حبيبي خلاص بخلص المقالة وهبعتها لك على طول. اه تمام، لا هتعجبك. ماشي يلا سلام. القهوة يا أستاذ إيهاب. مش قلت لك قبل كده لما عاوز حاجة هطلبها بنفسي؟ من فضلك يا جنة ما تدخليش الأوضة دي تاني من غير إذني، فاهمة؟ حاضر يا أستاذ إيهاب، عن إذنك. لا يا إيهاب، هو اللي بيحصل ده بصراحة ما يتسكتش عليه. خير يا دلال، إيه اللي حصل؟ البت اللي داخلة خارجة في نصاص الليالي أوضتك دي، بتعمل إيه؟ تتجسسي عليا مرات ابويا ولا ايه؟ البت تعبان وممكن توقعك في الغلط وساعتها الحاج هيعمل مصيبه. اولا انا ما اسمحلكيش تكلميني بالطريقه دي ولا تشك فيها بالشكل ده. ثانيا يا دلال، مش انا اللي توقعني واحده خدامه، فاهمه؟ عموما ما تزعلش، حقك عليا. ما حصلش حاجه، تصبح على خير. ايوه ست لؤي، طمنيني عليكي. اه والله انا بقلق عليكي قوي، عشان كده انا بفكر بجد اجيب 2 رجاله كمان يحرسوكي جنب الراجل نمر بتاع شبرا ده. انا خايف ان الراجل ده يتجنن في مخه ويبعتلك حد تاني عشان يأذيكي، والنمر ده مش هيقدر عليهم. ايوه انا اهم حاجه عندي ان انا اطمن عليكي. أنا لو حد فكر يمسك والله أنا ممكن أفرمه. أمال إيه يا لؤي؟ إحنا عندنا أغلى منك، بيطمنيني عليكي، بيوحشني صوتك أوي. ماشي ماشي يا ست البنات، مع السلامة. صوتك بيوحشنا بيوحشنا بيوحشنا. اشك شك 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 شك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت بتعملي كده ليه؟ الله يحكي ايه حكاية لقى دي بقى بالظبط؟ ايه حكاية لقى بالظبط يعني ايه؟ بتتحسور كده ومدلعها على الاخر. طمنيني عليك يا لقى، اللي يمس شعرة منك يا لقى فرمه. هو مين ده اللي تفرمه يا حاج؟ يعني هو في راجل تاجر في الوكالة كده مغتت معاها. يعني مغتت معاها؟ يعني تاجر في الوكالة؟ ما جوزها يا اخويا يفرمهولها، اشمعنى انت؟ انا مش فاهم انت بتتكلمي في ايه دلوقتي. بقول لك ايه يا حاج، ما تهربش من السؤال وجاوب عليا. جاوب عليك ده ايه؟ كلمتين بقولهم مجاملة، ما انت عارفة شغلنا اغلبه كلام مجاملة كده. شغل ده ايه يعني؟ ما قلتليش حاجة عنه. وانا من امتى بقولك حاجة عن شغلي؟ انا في بيني وبينها بضاعة بنستوردها، مالكيش دعوه بشغلي خالص. انت نسيت يا حاج ان انا كنت سكرتيرتك الخاصه وعارفه كل حاجه عن شغلك؟ بقولك ايه، مش عايز اسمع صوت منك في الحكايه دي خالص. سايبني يا حاج ورايح على فين؟ مين؟ انا جنة. خير يا جنة، في حاجة؟ كنت عايزاك في موضوع كده. هو حسونة عندك؟ لا مش هنا. احسن برضه. ايه يا جنة، في حاجة؟ ابدا، اصل ابلة فردوس نايمة وانا لقيت نفسي قاعدة لوحدي زهقانة كده، فقلت اجي اقعد معاك كده نتسلى شوية. قولي انت بتحب الرقص؟ بتعملوا ايه؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا راجل انت تحت السرير؟ الشراب ضاع مني، نزلت ادور عليه تحت السرير راحت عليا نوم. ايه رايك في ده؟ وحش. ده وحش؟ وحش. طب وده؟ برضو وحش. برضو وحش؟ ايوه وحش، ذوقك مش عاجبني. الله. طب اقولك ايه؟ لف انت لفه بقى ونقي اللي يعجبك على راحتك. ايوه سيبيني بقى انا نقي بذوقي يا اختي. لقاء. مساء
شفتي فستاني؟ ايه رايك فيه؟ قمر يجنن عليكي بجد. حلو؟ حلو قوي. نعم كده يا سمر، وريني حبيبتي لفي كده. وحش قوي يا سمر. ايه ده؟ ايه الحلو اللي فيه؟ ايوه يا سمر، احضر خطوبة يوسف. ما انت عارفه يا سمر الظروف اللي انا فيها. خلاص انا ما اقدرش ارفض لك طلب. نور الدنيا يا عروسه. ميرسي. برافو. على فكرة يا جماعة، لو النهاردة الليلة الكبيرة أنا كنت جبت قد دول 10 مرات. 10 مرات. 10 مرات. مبروك يا حسين الدايع. مبروك يا مبروك يا الله يبارك فيك يا بابا. مبروك يا يوسف. عقبالك يا حبيبي. عقبالك. حاضر. أكيمو. منور الدنيا يا حبيبي. نورك. منور الدنيا. مبروك يا يوسف. الله يبارك فيك يا حبيبي. عقبال الليلة الكبيرة يا رب. إن شاء الله 10 مرات. 10 مرات. شرفتينا يا دلال هانم. متشكرة قوي يا معالي الوزير. ألف مبروك يا معالي الوزير. يوسف ده بقى ابن اللي أنا ربيته، مش هوصي حضرتك عليه. كويس إنك جبت الست أم دلال معاك تنورنا. ما هي دي الست البركة. ده نورك يا سعادة الباشا الوزير. الله يخليكي. أنت أخبرت حياتك الصحفية؟ أهو يا فندم. مفيش أخبار ولا حاجة يا باشا. مفيش إيه؟ إحنا بنعمل اللي علينا يا معالي الوزير. بس برضه مشغول بمحاربة الفساد؟ سعادة الباشا الفساد كان خلص عشان نبطل نحاربه ولا إيه؟ ربنا يقوينا عليه وعلى أصحابه. أصحابه مين دول بقى؟ كتير يا باشا. كتير. وبعدين؟ اللي مستقوين بنفوزه. نفوذ إيه وبتاع إيه؟ هو شغل في البيت وبالغيط؟ إحنا في فرح يا ابني، في فرح. إيه ده؟ هو ساعتك عزم الراجل الحاج جدة؟ ثانية واحدة. وبعدين يا ابني مش تخلي عندك دم، ده كلام تقوله للراجل. معالي الوزير. ازيك يا جاد؟ الله يخليك يا باشا. انا في الحقيقه كنت خايف لا تكون غضبان عليا، بس لولا تليفون سيادتك ليا هو اللي طمني يعني. انا لسه زعلان منك بس ماسك نفسي، لكن عندك فرصه انك تصالحني. عليات. كلمي معالي الوزير يا لكرم. أمرني معاك. شوف يا جاد، انت عندك فرصة انك تتفاهم دلوقتي مع لقاء على تفاصيل الانفصال اذا كانت هي لسه عايزة الطلاق. ها قلت ايه؟ في ايه؟ في طلاقنا طبعا. هيكون في ايه يعني؟ في طلاقنا. انا برضو عند رأيي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تراجعي لي كل ما اللي مصرفته عليكي. انت متاكد من اللي انت بتقوله ده ومصر عليه؟ مصر عليه. جاية كده زي فرقع لوز، ما تحترم نفسها وتقعد جنب جوزها. ايه الستات الصايعة دي؟ صايعة؟ ايه بس في ايه؟ انت مالك؟ انت قرشة ملحتها ليه؟ مالك بيها؟ قرشة ملحتها؟ مين دي اصلا علشان اقرش ملحتها ولا ابص لها اصلا؟ مش عارف ليه حطها في دماغك وزعها كده. في ايه؟ دماغي يا حاج؟ انا ولا احطها في دماغي ولا اساسا تعني لي شيء في الحياة. لا بصراحة انت من ساعة ما رجعت من عندها المحل وانت شايطة ومش مش عارف ليه. اصل بصراحة كده طلع ذوقها وحش، مش عاجبني. دي ذوقها وحش؟ لقى ذوقها وحش. ممكن اتكلم معاك شوية؟ ماليش مزاج يا كمال. انت فاهم غلط. انا لا يمكن اعمل حاجة تضايقك. خدت الكمبيالات بتاعتك ولا لسه؟ كمبيالات ايه؟ كمبيالات ايه؟ اخصى عليك يا كمال،
ما كنتش فاكر انك هتطلع كده ابدا. اخس عليك. مبروك اخويا. انت اللي جابك هنا. بره 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 بره. ايه ده؟ انت انا انت بتعمل ايه هنا دلوقتي؟ جاي ابقى ببارك لاخويا. بس اخلص النص. بقول لك ايه، خليك انت بعروستك، سيب الواد ده انا هتصرف معاه. اطلع قدامي. اطلع. بابا مين ده يا يوسف؟ يوسف. ها؟ بقولك مين ده؟ ده واد عبيط كده، شغال عندي، شغال عندي بس عبيط كده. يلا ما تاخديش ببالك. انا مش فاهم انت ايه اللي جايبك عغبي هنا دلوقتي؟ جاي احضر الفرح. انا هستناك لما تتكلم. ده ايه القرف ده؟ يلا على بره، مش عايز اشوف غيرتك بره. يا بابا حرام عليك يا بابا، سيب واحد للفرح عشان مالكيش دعوه. انت الواد ده مش هتشوفه هنا، عاب ارميه بره بره. اتفضل يا عالي. يا بابا عالي وحيد. يلا يلا معلش بقى، اسمع كلامي. يلا عشان مصلحتك، يلا نتكلم بعدين. يلا وحيد. انت لابسه هدوم الست سمر دي هتسود عيشتك. ما الست سمر هي اللي قالت لي انها هتطلع لي الهدوم بتاعتها القديمه، وانا بقى طلعت اظبط القياس. طب والجزمه والنضاره اديتهم لك برضو؟ ما خلاص بقى يا عم حسونه، انزل انت وانا هنزل وراك على طول. ما انا نازل، بس لازم الحاجه فردوس تعرف. لو النبي بلاش الحاجه فردوس يا عم حسونه. الله يخليك، انت قلبك طيب، انا مش هعمل كده تاني. انزل وانا هحصلك على طول. طيب انا نازل، بس يكون في علمك تنزلي ورايا بسرعه. طيب. الخطوبه زمانها خلصت وممكن يطبوا علينا في اي وقت. حاضر يا عم حسن، انزلي انت. وضبي الوضع يا بنت قبل ما تنزلي. طيب يوف. حبيبي ونور عيني، على فكرة ده بيطلبوا فيك مثلا، حبيبي وحيد.
بره بس. هي الدنيا بتعمل معايا كده ليه مصممة تحسسني بالعجز وتطلعني صغير قدام كل الناس؟ مهما حاولت اصالحها برضه بتعاند معايا، بترجعني لنقطة الصفر، ويا ريته صفر حتى، ده انا عايش تحت الصفر بره حدود الإنسانية. يمكن المشكلة فيا انا؟ طب ايه حلها؟ انا كل ذنب اني حاولت اشاركهم فرحتهم، ليه الدنيا مستقطرة عليا بنفرح معاهم؟ انت عارف انا لو مكانك ما زعلش خالص. عارف ليه يا وحيد؟ عشان انت النهارده عملت حاجه جامده قوي. انت كان نفسك تيجي فرح اخوك يوسف، وادي انت جيت. هو صحيح ما يستاهلش، بس جيت والكل شافك. انت كده صح. المهم الهدف يا وحيد، مش مهم الوسيله، فهمني. ومعاملتهم ليا وشكلي قدام الناس مش مهمين؟ هو اللي احسن كده وحيد، ولا اللي احسن كنت تقعد في البيت واحساسك بالذنب مليك ومتنكد ومتكدر وكان نفسك تعمل حاجه ما عملتهاش؟ على الاقل كره ليوسف ما كانش هيزيد زي ما حصل النهارده. يوسف بس ايه اللي انت حاطه في دماغك يا وحيد؟ يوسف ايه؟ انت مشكلتك الحقيقيه مع سيد الدقاق، ابوك اللي مش عايز يعترف بيك يا وحيد. اعمل له ايه؟ مش مديني فرصه احبه، على طول بيضرب، على طول بيهزقني، لدرجه اني فكرت اقتله. كمان هتروح من غير ما تسلم؟ اصلي اتخنقت، حاسس ببركان جوايا. تعال نقعد نتكلم شوي، اقول لك تعال اوصلك بعربيتي. معلش اصل انا عايز امشي مع نفسي شوي. انا عارفه ان انت محتاج تتكلم. تيجي نقعد في الاوتيل عندي شويه؟ خليها بكره ولا حاجه. اصلي حاسس ان انا مصدع. تصبح على خير. اللي اكتشفوا خير؟ بتعمل ايه هنا؟ مستنيك يا لقاء. مستني مراتي. انت نسيتي انك لسه على ذمتي ولا ايه؟ عايز ايه؟ في حاجه؟ بتتحدينا لقاء؟ لا اتحداك ولا تتحداني، شيلني من نفخك بقى جت، خلينا نخلص. الله الله، ده انت قلبك جامد قوي، بتقوليها كده بكل بجاحه. وهخاف منك ليه؟ هو انت ماسك عليا زله؟ انا عارف لقاء مين اللي واقفين وراكي، بس خلي بالك يا بنت الناس، اللي واقفين وراكي دول هيبيعوكي في اقرب محطه. اساليني انا. انت بتتكلم على مين؟ بتكلم على مين؟ بتكلم على اللي خلى معالي الوزير يضغط عليا عشان اطلقك. بس يكون في علمك عمري ما هطلقك الا ما تجيبي كل فلوسي اللي صرفتها عليكي. تاني؟ ماشي يا جد، هنشوف مين فينا اللي كلامه هيمشي في الاخر. اوف. انت زي حيوان جاتلك الجراءه انك تظهر قدام الناس كده وانت بالكتير حتة كلب جربان يترمي جنب الحيط؟ ازاي انا الناس يشوفوك بالشكل ده ويعرفوا ان انت قريب مننا؟ انت فاهم يا كلب انت ايه اللي عملته النهارده ده؟ انت متزهقش من الشتيمة؟ طيب بالك، انت لو فكرت مرة ثانية تعمل حاجة او تقرب مننا وتخلي الناس يسألوا زي بسألوا النهارده، ده يقرب لهم ولا ايه؟ انت مالكش عندي غير الضرب بالكرباج. خلاص يا بابا ما تضايقش نفسك، حصل خير. سيبه يشتغل عشان يستريح. عيب كده يا وحيد، ما تكلم الحاج عادل. محدش يتكلم،
كويس هو القلب. أنا عشان يستريح. الراجل كويس وعايز راحتي. ماشي. أنا هريح نفسي وهريحك. عشان أنت بني آدم كويس. وأنت حبيبي. إيه ده يا حبيبي؟ إيه ده يا حبيبي؟ حرام عليك يا بابا، حرام عليك. قلب. أنت مرمطون وكلب. واقسم بالله لو عملت حاجه ثاني مره لا هضربه بالجزمه. اوعى ما خليت جاتك كبيره. حرام عليك يا بابا. تمام الحمد لله. تمام زي الفل زي الفل. طب الحمد لله. على فكرة أنا كلمت الوزير شكرته على الليلة الحلوة وكلمت معه برضو في شوية تفاصيل. طول عمرك صاحب واجب يا حاج. حلو كده. حلو إن شاء الله. بس أنت عارف معالي الوزير طلب مهر بنته كام بقى؟ كام يا حاج؟ 30 مليون جنيه. إيه؟ ليه؟ ليه 30 مليون ليه يا حاج؟ ايه 30 مليون ايه؟ اقعد خليني اعرف اتكلم. اقعد خليني اركز. انا هقول لك كل حاجه. لا بس اللي حضرتك بتقوله ده يا حاج برضه ما يعني اسمع وافهم. ما تستغلاش الحاجات. الله. ايه يعني؟ ما انت كنت فاكر انك هتدفع كام؟ يا ابني احنا لو ركزنا معاه ال 30 مليون جنيه دول هنقلبهم من وراه في سنه واحده. المهم شطارتك انت بقى. قصدي حضرتك ايه بقى؟ دلوقتي انا قصدي انك هتكتب لي وصولات امانه بالمبلغ ده. سليم؟ لا مش سليم يا حاج طبعا. لا سليم ونص. يا ابني انت هتكتب لي دلوقتي وصولات امانه بال 30 مليون لغايه ما تقلبه لي واكسب منه قدهم مرتين. ساعتها هسلمك الوصولات دي وفيهم بوسه. يا حاج ازاي بس؟ ده احنا لسه اولكش. هنكلمه في الشغل كده يقول ازاي بس يا حاج؟ يا ابني مفيش اولكش ولا حاجه. انت مش فاهم حاجه. الناس دي كل حياتها هات وخد. وايه اللي هيعتبرونا خشنيه ومش فاهمين حاجه؟ فالراجل يقفش منك. انت تتكل على الله كده وتقعد معاه تقرا الفاتحه وتفتحه في موضوع ارض الصحراوي. دول 2000 فدان. 2000 فدان. لو سلكتهم باسمي يبقى مهر عروستك ده هدية مني. إنما لو طلعت خايب هيبقى لك عندي حساب تاني خالص. لا 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 لا. إذا كان الموضوع هيبقى فيه هدية ده أنا سلكهم لك من اللي جايبينه كمان. حلوة ولا أنا بحبك. خلي بالك بس معاد 2 مليون جنيه قرب. لو دخلت بيهم عليا هحبك قوي. هو أنت ما بتنساش حاجة أبدا؟ يعني هما الاتنين مليون دول اللي هيخلوك تحبني يا حاج. اتنين مليون ايه؟ انا مش مادي ابدا. انا كل اللي يهمني في الحياة الفلوس وبس. ازاي ده يحصل يا استاذ جمال؟ ايه يا استاذ ايهاب؟ ايه الدخلة دي؟ في حاجات بقت بتحصل في الجرنان ده انا مش قادر اتحملها. اتفضل انت يا اليسا. حضرتك تقدر تقول لي ليه ما قلت ما نزلتش؟
افتكر ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده يا ايهاب. انا عايز حضرتك تديني سبب واحد بس، سبب واحد يخلي حد يزعل من مقاله عنوانها من وراء انهيار الجنيه المصري. في ايه دي؟ واضح انك انت مش فاهم اي حاجه بتحصل خالص يا ايهاب. انا فاهم يا فندم كل حاجه، وعايز اقول لحضرتك ان انا محرر الصفحه الاقتصاديه، ولو مش هتدوني الحريه ان اكتب اللي انا عايزه وابين اقتصاد البلد للناس زي ما بيحصل فيه، فتبقى خالتي وخالتك. يعني ايه الكلام؟ يعني استقالتي يا فندم. انا بكتب لحضرتك استقالتي عشان اعفيك من اي مسؤوليه، وعشان تبقى حر في اتخاذ القرار اللي انت تحبه. شكرا يا فندم، عن اذنك. بوقت سؤال عليك يا حاج، ومش عايزين نشرب حاجه. طب استناني انت بره دلوقتي. يا اهلا يا اهلا، اهلا وسهلا. اهلا بيك. خير يا بهوات؟ احنا من جهاز حمايه المستهلك، وده كارنيه الضبطيه القضائيه. حضرتك مأمور ضبط قضائي. احنا الاثنين. خير ان شاء الله. في شكوى متقدمه فيك بتقول انك بتبيع سلع غير مطابقه للمواصفات. اعمل له محضر عسل مضيع ليه. استنى يا باشا. اولا يا باشا انا من حقي اعرف مين اللي عمل فيا الشكوى، حقي ولا مش حقي؟ يا لهوي، تبعتي بره البيت؟ معقوله دي يا سمر؟ يا دوسه يا حبيبتي، اتخضيتي كده ليه؟ دي رحله عاديه عاملاها الكليه. يا حبيبتي ابوكي مش هيرضى تباتي بره البيت، انت عارفه هو بيحبك قد ايه وبيخاف عليكي قد ايه. طب ليه بس مش هيوافق؟ يا حبيبتي انت خلاص كبرتي وبقيتي عروسه. ما علشان انا كبرت اقدر احافظ على نفسي واخاف على نفسي قوي. خلاص لو تقدري تكلميه كلميه. ما هو مش هيقتنع. خلاص حاولي تقنعيه. طب مين يقدر يقنعه؟ مفيش غيرها اللي واكله عقله. دلال تفتكري؟ اهو جبنا سيره القط جاي نط. يلا انا رايحه المطبخ. دودو ازيك يا ابله؟ ابله ايه ابله دي؟ شايفاني ماسكه لك عصايه وقاعده في الفصل؟ اما حاجه غريبه صحيح. يا ستي ما اقصدش، بهزر معاكي، انا بس كنت عايزه اطمن عليكي واعرف اخبار الحمل ايه. اسكتي يا سمر، طول الليل عمال يرفص في بطني زي ما يكون مش عاجبه اللي بيحصل. طيب بصي بقى، انا كنت عايزه منك خدمه. خير؟ عندي رحله لسينا وعايزه حد يقنع بابا بيها. طب ما تقولي له. هو انت ما طلعتيش رحله قبل كده؟ لا طلعت، بس يعني اول مره بات بره البيت. يا لهوي، وانت عايزه تباتي بره البيت؟ 3 ايام. اه ده انت مزوقه عليا بقى. ليه بس؟ علشان عايزاه يحب فيا انا. ما تخلي يا اختي ماما دوسه تقول له. قلت لها وهي خايفه منه. ما هي بصراحه يعني ليها حق تخاف، الموضوع مكلكع كده وصعب. انا عايزه اساعدك يعني، بس انا جات لي فكره يا حلوه. فكره ايه قوليلي؟ تروحي الرحله وباتي بره البيت ومحدش يقول له. يا خبر ابيض، اكدب على بابا؟ انا يا ستي اللي هكدب، بس بشرط. ايه هو الشرط؟ تردها لي. كدبه؟ لا، الجميله وفي الوقت اللي انا عايزاه. موافقه. جات، احنا نعرف بعض من سنين طويلة مش كده؟ طبعا يا باشا، واي حد يعرف معاليك شرف كبير لي. وانا اللي دخلتك الحزب انت والدقاق مش كده؟ منكرش يا باشا، كل الخير اللي انا فيه ده بسبب سعادتك. امال عايز تحرجني ليه يا جاد؟ معاش ولا كان يا باشا اللي يحرج سعادتك. جاد انا مش عايزك تشوف الوش التاني، وانت عارفه كويس. عارفه باشا. مش عايز تخلص موضوع اللقاء ليه؟ ايوه يا باشا، ما انت عارف سيادتك ان اللقاء دي مش هقدر اساعدك. اللي تامر بيه سعادتك، امرني. طلعها يا جاد واديها مؤخر الصداقه بتاعها. ماشي. اه ادخل ولا بتتكلمي في اسرار؟ لا طبعا يا وحيد، خش براحتك. ماشي يا رايدي، خلاص هكلمك تاني. يلا سلام. أؤمر يا قمر. إيه حكاية الرحلة اللي سمعت عنها دي؟ أنت مين قالك؟ فاكرة إن في حاجة ممكن تحصل في البيت ده معرفهاش؟ ماشي يا عم شارلوك هولمز، بس هتقولي مين قالك برضو؟ مين أكتر حد بيحبك؟ مين اكتر حد بيحبني؟ ده دوسة وبابا وإيهاب وكمال وجنة.
ده ناقص تقولي عم تولي وشفيقة وعفاف وواضح ان انا بره الحسبة. يا وحيد انت عبيط ولا ايه؟ ليه بتقولي عليا كده؟ انا زعلت ولا ايه يا وحيد؟ انا ما كنتش اقصد والله، بس اصلا سالت سؤال محدد، قلت لك مين اللي قال لك كده؟ قلت لي اكتر واحد بيحبك، فانا ما تخيلتش يعني ان انت اللي قلت لنفسك، فهمت حاجه؟ صدقني فعلا عبيط. دوسه اللي قالت لي، والاهم بقى ان انا خايف عليكي من الرحله دي. يا وحيد انا هبقى في وسط صحابي وفي بنات كتير قوي غيري طالعين. احنا ملناش دعوه بحد، انتي غيرهم. موضوع الرحله ده اتظبط خلاص، فملوش لازمه خالص الحوار ده. طب ممكن تسيبيني افكر في حل ونتكلم بعدين؟ تعبان يا ريدي، تعبان. انا طول عمري بيحصل لي اي مشكله بعرف احلها، طول عمري بقى على وشي واخد الغدر واقوم انفض هدومي واجري تاني. لاول مره يحصل لي مشكله وما اعرفش احلها. خير يا كبير؟ قلقتني. مراتي سايبالي البيت وطالبه الطلاق، ده غير بلاوي الشغل. انا يجولي بتوع حمايه المستهلك لغايه هنا. طب وايه يعني حمايه المستهلك ولا غيره؟ فين المشكله بقى؟ النخربه معايا بقت كتير، واللعب معايا بقى اكتر، واللعب بس مبقاش في الشغل، ده وصل لغايه بيتي يلعبوا معايا. تصدق ضاغطين عليا ان انا اطلق مراتي؟ جاد الملياوي ضاغطين عليه عشان يطلق مراته؟ انا مش شخشيخه، انا هتجنن. خلاص يا كبير ما تطلقهاش، يمكن ربنا يهديها وترجع لعقلها. راسها وقلب جزمه انها طالبه الطلاق. خلاص اركنها، مش هنخسر حاجه، والمحاكم مشوارها طويل. انا مش في المحاكم، انا في الوزير اللي ضغط عليا ان انا اطلع مراتي. لا، اذا كان على كده يبقى الوزيره بقالنا، والستات اهي واحده تروح والف ييكم. ما انا ما اتكرتش على قفايا، انا جادي الملياوي. بقولك يا كبير، الحكومه نابها ازرق، ولو حطوك في دماغهم يبقى يلا السلامه. ماشي يا رقاب، العابي لحد ما تتعبي. فلوس عليك. الأرنبين للنين؟ الأرنبين للنين يا حاج. طيب براه عليك، اقعد. ايه؟ مش عايز وصل أنا لمضيته؟ مش هتفرق يا حاج. مش هتفرق يعني ايه؟ يا تفكها بقى. أنا كنت بقرص عليك علشان تتعلم. لا يا حاج، ده حقك. الشغل شغل برضه. الشغل شغل. طيب خد بقى قطع الوصل ده. ماشي. أي خدمة تانية يا حاج؟ بقولك إيه؟ أنت مش هتعزم خطيبتك تيجي تتغدى معانا؟ لا مش لازم الوقت. يا كلام، هو إيه اللي مش لازم؟ يا ابني هاتها هنا ونغديها، وبعدين وأنت قاعد معاها شوف إيه اللي أنت عايزه من أبوها وفاتحها فيه وكأنها دردشة عادي كده. مش قادر يا حاج، أنا مش قادر، أنا مش هرتاح غير لما أعرف مين اللي ضحك عليا وخد الفلوس. ضحك عليك؟ أمال أنت جبت الفلوس دي منين يا ابني؟ ما خلصت الشغلانة، عمل لي فيها بيعمل كل حاجة وما خلصت الشغلانة، دفعتهم له، كعتهم له عشان ما يبقاش يعمل كده تاني. الله الله الله، براو عليك. أنت كده يا ابني أثبتت إنك فعلاً ابن سيد الدقاق. جد؟ ايوه جد يا لقاء. خطوه عزيزه، ايه اللي جابك؟ انا جيت لك علشان نخلص الامور اللي متعلقه بينا. تعمل اللي قلت لك عليه؟ هتطلقني؟ انا بقول ادي نفسك شويه وقت، راجع امورك.
انت تغيري رايك. يو بقى لسه هنرجع نتكلم في الموضوع ده تاني. هراجع نفسي في ايه؟ راجع نفسك في الايام الحلوه اللي قضيناها مع بعض، في الكلام الحلو اللي كنت بسبعهولك، في الكرم معاكي، في كل طلباتك اللي كنت بتطلبيها مني وانا بنفذها لك بالحرف الواحد. وعشان العشره اللي انت بتتكلم عنها والمعامله الكويسه، انا بقول لك ان مفيش داعي للكلام ده. احنا اللي بينا مات يا جاد، ومفيش اي حاجه ممكن تعملها هترجعه تاني. انا اسفه. ماشي يا بنت الناس، اللي انت شايفاه. انت طالع رقابة، ورقتك هتكون عندك بكرة. دلوقتي يا بنتي ولا ايه؟ بس احسن حد يسمعك. الله، انت مش قلت الدلال تقول لابوكي؟ ايوه بس برضو يعني مش عايزه حد يعرف. انا هروح معاكي. هتروح معايا فين؟ رحله. ازاي وحيد؟ واقول لهم ايه؟ دي مشكله. انا ما شرفكيش يا وحيد اللي انت بتقوله ده. انت عارف كويس ان انا ما اقصدش كده. طب قولك ايه، قولي لاصحابك ان ده واحد بابا بعته معاكي عشان يحميكي. يحميني من ايه؟ احنا كلنا هناك اصحاب في بعض، ما تقلقيش عليا. لو المشكله في اصحابك سيبيها عليا، هم بعد كده هيقولولك وحيد يطلع معانا تاني. صباح الخير يا ربنا. ازيك يا فادي؟ ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. ايه ده بقى بيعمل ايه هنا؟ في يا فادي ايه اللي انت بتقوله ده؟ وحيد طالع معايا الرحله. طالع معاكي؟ طالع يعمل ايه يعني؟ ده شيء ما يخصكش يا اخ فادي. بقول لك يا سمر، لو عايزه تعتذري قولي مش طالعه، ما تقعدش تعمل لنا فيها الافلام دي بقى. افلام ايه بس ومسرحيات ايه؟ وبعدين هو انت ليه يعني واقف على المسرح لوحدك؟ ما تاخدنا معاك يا عم. صباح الفل يا رجاله. ايه يا فادي، ما تسيبه يطلع معانا، ده دمه خفيف موت. والنبي انت اللي دمك زي السكر. يلا يا جماعه والنبي عشان دماغي هتتلسع. يا فادي انت كده بتحرجني. وعلى فكره وحيد لو ما كانش هيطلع معايا انا ما كنتش اصلا هعرف اطلع الرحله دي، فانت المفروض تشكره اصلا. ايوه المفروض تشكرني. وعامة اوكي لو مش قادر يعني ومش عايز خلاص، بس انا هضطر امشي. خلاص يا سمر اتفضلي اركبي. وانا مفيش. اتفضل اركب. اتفضل اركب. على فكرة يا سمر، الواد ده عايز يتربى من جديد. معلش يا وحيد، معلش. يلا مبروك يعني. مبروك. يا سلام، بقى تسمع خبر طلاقي وانت مكشر كده؟ انا اسف يا رفاق، بس عندي احساس بالذنب هيموتني. ذنب ايه وانت مالك يا اخي؟ انت مالك؟ انت ما خدتش حد. انا كده كده كنت هتطلق. تمام كفايه بقى، انا ما بقيتش فاهمك انت عايزني ولا مش عايزني. ولا انا بقيت عارف اي حاجه ولا فاهم اي حاجه. انا ما بقاش ليا حد في البلد دي. انا بفكر اسيبك. تسيبني يا كمال؟ ما تزعليش مني يا لقاء، لو قلت لك ان انا نفسي ما بقتش قادر اخد قرار. انت بتحبني على فكره، انت قلتها بلسانك. ايوه بحبك، بس ايه يا اخي بقى؟ بس ايه؟
اعذريني يا القاضي، انا وعدت امي ان انا لازم اخد حقها، وده اهم حاجه عندي دلوقتي. صدقيني انا مش في حاله تسمح لي ان يكون لي مشاعر ناحيه حد، او حتى افكر اني ارتبط بحد. انا ما بقتش فاهمك، ما بقتش فاهمك. انت طول الوقت بتدور على اعذار عشان تبعد عني. لقائنا انا لازم امشي. انا مش فاهم ايه اللي طلعها في دماغك ان انا اخرج بالليل كده. يا حاج زهقت من البيت، قلت نخرج كده نغير جو ونقعد لنا يومين في الاوتيل. يومين يعني ليلتين بحالهم؟ لا ده انت ناوي على نيه سودا بقى. ولا نيه سودا ولا حاجه يا حبيبي، كل الحكايه ان الحمل تعبني، فقلت يمكن الواد يستريح في الفندق. ربنا يريحه ان شاء الله. بس لو تفهميني لوكاندا اللي انت عايز تاخديني فيها دي. دي بقى بالذات يا حاج مفاجاه. يلا يا سيسو. يلا يا مفاجاتك. ايه يا عم وحيد قاعد لوحدك ليه؟ انتوا بتقولوا حاجات انا مش فاهمها. قلت اقرا شويه. تقرا؟ ما كنت قعدت في جنينه الفيلا احسن يا وحيد. يا وحيد انت في راس شيطان، يعني لازم تعيش عيشه راس شيطان. ايه عيشه راس شيطان دي؟ اشرب ده يا وحيد وانت هتعرف. ايه ده؟ ده المشروب الرسمي من راس شيطان يا وحيد. اشرب. طعمه حلو جدا يا وحيد جدا. هو ميزز كده زي النعناع بس هيعجبك قوي. اشرب يا وحيد. ده طعمه وحش قوي. خد دي يا وحيد بقى عشان طعمه يبقى حلو. لازم على طول ورايا يا وحيد. يلا يلا. ايوه يا وحيد يا جامد. والله ما انا فاهم، انا مش عارف ايه اللي خلاك تصممي ان احنا نيجي للوكاندا دي بالذات. ايه هي مش عاجباك ولا ايه يا حاج؟ مش رسالة عجباني، بس في لوكاندات تانية كتير وكويسة. طب يا حاج ما انا وانا سكرتيرة ياما خليتني احجز لك وقعدت هنا. والله بيقولوا ان الخدمة هنا بقت وحشة قوي. انا سامعك. وهي يعني يا حاج الخدمة هتبقى وحشة بين يوم وليلة؟ تعالى يا حبيبي تعالى. اتفضلي. اهو انت بقى وحيد كده هتفهم الناس كويس. يلا بينا نقعد معاهم بقى وحيد. مع مين؟ مع الناس. هو في ناس؟ يلا يا وحيد يا جامد. جبتلك وحيد اهو يا صمر. عايز اعرفك بقى على اولجا يا صاحبتنا، عضوة جمعية السلام الاخضر. واشمعنى الاخضر يعني؟ ايه اسمها كده يا وحيد؟ انا تقريبا سمعت عن الجمعية دي قبل كده. احنا بنحاول ندعم الشباب للمنظمة. انت بتتكلمي عربي؟ بتتكلم عربي يعني مكسر شوية كده، بس معاها كام لغة تانيين كده. وانتوا تضموا الشباب بيعملوا ايه؟ يتعرفوا على بعض ويبقوا اصدقاء. احنا بدو السلام. طب سمعني السلام الاخضر. اصحى يا نايم الله وحيد الدايم الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين. اصحى يا نايم الله وحيد الدايم الله دخلنا الزيارة ضيوف وبكرة مروحين. واصحى يا نايم الله وحيد الدايم الله
يا ما قبل منك هل عاشوا راحوا فين؟ اصحى يا نايم الله وحيد الدايم الله ده احنا في زيارة ضيوف وبكره مروحين ولما العمر قطره يفوت ما حطوا لحتى قرش ابيض ومهما نعيش مصيرنا نموت يا سود يا ابني بقى يا ابيض ما تركعش الا للمولى غيره لا حول ولا قوة في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا عالغلبان وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودة من جواه اصحى يا نايم الله وحيد الدايم الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين واصحى يا نايم الله وحيد الدايم الله ده احنا في زيارة ضيوف وبكره مروحين مصر على عنده ورأيه رقم واحد عنده هنعرف امتى انه ده ستر وفضل وعدل من عنده يا خلق الرحمة مطلوبة بدل ارزاقنا محسوبة لكل باصص لغيره يا ناس عقولنا بقت في غيبوبة ولما العمر قطره يفوت ما حطوا لحتى قرش ابيض ومهما نعيش وصرنا نموت يا سود يا ابني بقى يا ابيض ما تركعش الا للمولى غيره لا حول ولا قوه في واحد يبقى بحر فلوس ومن جوه فقير وجعان وغيره عليه ديون وفلوس وما تهونش الا عالغلبان وناس براها يبقى نضيف وتطلع سودة من جوه اصحى يا نايم الله وحيد الدايم الله يا ما قبل منك خلق عاش وراحوا فين اصحى يا نايم الله وحيد الدايم الله ده احنا في زيارة ضيوف وبكره مروحين واصحى يا نايم